هيو، مرحبا بكم اخوتي في فيديو جديد. اول حاجه بدا قلنا نصور لكم نيو لوك لعيبات، ولكن هاد النهار غيبقاو بينو لي رينغلايت ليفنت غتبان عند كاليتي ما هياش احوالو عينيكم سو قلت بلاش كملوا لكم بحال هكا. اليوم غادي يكون عندنا ستوري تايم اللي شحال هادي صراحه ما درت شي قصه على شي رابر، ومع عمرنا ما درنا شي قصه على شي رابر بالنسبه للجزائر. حنا كنا درنا قصه على لانكوني على طوطو، وباقي ان شاء الله قصص اخرين زيين راه ندير لكم على روابط المغرب ولا سوا ديال الميريكان. ملي كانت شحال هذيك درت واحد القصه على امينيم، ولكن دابا يمكن تحذفات مع فيديوهات القدام. المهم غادي ندويو اليوم على واحد رابر جزائري سميتو مهدي فلان. مهدي مواكابين ما تقوليش يتوزو لي ما تحكي تاو شغل بير كابوني دخلها بلا بوني ديت الريسبي فرشه بلا ما ندير لك اناليز باين. من مواليد 1993 وتزاد بحي بوروبا. باي ذا واي تا هو راه خرج عليه واحد الديسك اللي غنخليه لكم تصنطوا ليه دابا. عمر كاكا دير كليب فايح يحكي على الاكا مادا بيا تقيس دراهم بالراب هاكا نصدم وندير لك اكا. اجو بعدا نمشيو نشوفوا يعني بايوغرافي ديالو شي حاجه بيرسوناليتي عليه. هو ما كانش عنده اصلا مشكله مع الراب بحكم انه كان مكمل الدراسه ديالو وعطي وقته حتى للاغاني. هاد جوج عوامل اللي خلاو انه ينجح في المسيره ديالو ووصل حتى لواحد المستوى جامعي، ومن بعد كان مشى باش يدرس على بسايكولوجي كلينيك. مهدي فلان بدا الراب في عام 2009 مع فرقه اسم ديالها بيج ام. يا خو بيج ام يا ربي زاد فلان خو ام او اش دي اي هذا اسمي يا دي حكايتي قاعد في حومتي الهموم دايرين فيا. ومن بعد وسعوا ديك الايكيب ديك الجروب وسموه بوروباز بحكم انه الحي اللي ساكنين فيه زعما كاينه، وجمعوا كل شيء ودار بوروباس في عام 2012. تزمنا ما بقى زمان نكمو يا لطيف شحال من خطره نخرج من الدار نمشي ندور من الزنقه الزنقه الحومه الحومه راني جاي نزور. الاغنيه اللي قربات للمشاهدين ديالو ولا المتابعين اللي كيتمسكوا ليه هي حمام طار. سنه 2011 خرج الديسك. حمام طار ما تهمنيش كي نقول لك راني لاباس بالك بلي ما رانيش لازم حبش نهضر باش ما يستشفاوش الناس قولهم فرصي ناس تحب الواقف نكتبها بكل فرنسي. وفي عام 2014 كان توقف انه ما بقاش ليه زعما كاين حتى شي حاجه، بقى ليه حتى شي ديسك ميكس تيب شي البوم كدا حتى العام 2015. هادشي كامل بحكم انه يعني خرج من ديك الفرقه اللي كان فيها بعنوان بوروباس. يمكن ما تفهموش، يمكن كل واحد كيكمل بحال البلان تاع شايفين كانوا بجوج اونسومبل ومن بعد مشى كل واحد في طريق. وهاد شايفين حتى هي القصه ديالها ان شاء الله راه جايه من ورا هذا الفيديو ولا من بعده. المهم غندير لكم حتى هي عليها ستوري. بالنسبه لعام 2014 كما قلت لكم كان وقف، و2015 و2016 عاد بدا كيريكيبيري عاوتاني بوحدو بدا كيغني سولو. خرج واحد الاغنيه اللي اثرت صراحه في الناس اللي كيتصنتوا ليه وعارفين انه مو ميته زعما الله يرحمها. المهم ديسك بعنوان شمسي غابت، خليكم تصنتوا على المقطع. تمنيت يما تبرع وتعيش خشيت ربي ما كتبهاش اللي جابتني لهاد الدنيا عشت حياتها مريضه فراش. وبالنسبه لاول ميكس تيب كان دار مهدي فلان في عام 2013 وميكس تيب بعنوان درب صحيحه. بسطور طاويين في هاد الليل باش يبينوا باللي بزاف صحاب كانوا هنا مهدي خليه اللي بير بغطاه وكل واحد سر ورون سطور ملي كمل صلاح وعندي ما ولاش يزور. والثاني كان في عام 2014 ميكس تيب الثاني بعنوان الكات راب، ما عرفتش نطقت هادي صحيحه ولا. المهم لي فانس ديال كيتصنتوا لمهدي فلان يصحوا لي في الكومنتات لتحت. وكان خدم حتى واحد الالبوم اللي كان سماه ماكابين. كنت صغير عندي الدراب حبل الحب خوم عليا ما غير لقبين اللي رفد همي فيها مبوز وفيها مباطة فيها طلعنا شحال من بلون اليوم فيهم ما كملناش فيها طيحت بزاف دموع ولا عزيزار اختفناش. وطلق منه يعني تم اصدار 8 الاغاني اللي هما بانك بانك بزي شاش مع معايا خوت فاطلو افي ديري فطال بانك 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 بطلع كونكورونس خو ما كاش لي زامي بزي صاحبني بانك 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 لا فيدا لوكا مزيدي دور فراسي من نشفر روحي ما تبدلو لعش حقار شفناه بالعين نهايته
شفايا وما تمدلول شمسي غابت مالكوم اكس لول في الكلاس مون زال كومبا حب دير كومبا نالي كوج مونبا حنا نشدو الصفي وبعد اونبا حنا معانا الكادي وطاح اونبان ربطة فول دو زوج خطوات مر ما سمعت ربطة صحابي هاجو مر ظهري ويعيطو فوق لي طا كور بردان دور راسي نلقى يما بالدموع ظلام الليل هضرت عدياني ماني سامع لي وقف معايا فيه ماني سامع عايشة وحدي وغل العالي شكيت سولو لولا نقطعت تصارى تانية خرجت لي خسارة تالتة اللي تبع شكارة الرابعة بعدوها عليا بسكارة أو بالطبيعة الحال اسم ديال الألبوم راه تيكون خارج عليه أغنية بحال كيف ما دار طوطو فاش خرج ديك ألبوم 27 راه دار واحد الانترو عاد باش دار السمية الأولى ديال الديسك 27 كتحكي زعما كاين على الألبوم كامل كذلك مهدي فلان حتى هو دار ماكابين بعنوان ألبوم والتراك ديالو المهم كان وقع بعد واحد سوء تفاهم من بعد هذا الألبوم اللي خرج واللعيبات بأن هو كان خرج تراك بعنوان ولد بوروبا وحليوة كان خرج من بعد التراك ديالو هو يعني داز تقريبا شي اشهر ولا كاع نقولوا عام خرج تراك بعنوان ولد فاطمه عتي سير خاص نقول لك السادة العس مع صاد المجرد باش كتب لي الضحك قاعده اوكي جيتينا غنشوف لا كنصوتو في كل شوغا خاورو كرامتك معويد هاد السوشي خو وهنا ظن ان لي فانز ديال فلان صحابو واش حليوه كلاصه وناض واحد النزاع كان غادي يكسر كون ما خرجش واحد الانترفيو مع حليوة اللي تبرر فيه داك الموقف وشرح لهم بانه راه غنخليكم هادشي بطبيعة الحال الفيديو وشرح لهم بانه راه ما قصد والو هو غنى ولد بوروبا وحنا غنينا ولد فاطمة بحكم انه غنى يمكن على الاسم ديال الام ديالو الله يرحمها هي ماتت شحال هادي فهو هادشي اللي كاين يعني وقع نزاع غير خفيف ما ناضتش ندير شي تيتر سميتو ولد بوروبا وسمع شي دراري تماك طالقين ولد فاطمة في الجزائر قالوا لي هذا راح لي وطا طا 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 قال لي راه دير ولد فاطمه وانت دير ولد بوروبا سينو غير مالونطوندي واصحابني واقيلا نقلتها منه ولا كلاشيت واش بون اصحاب اللايفات انا ما كلاشيت وما حتى حاجه حتى كنشوف بنادم تيجي عندي الباج تيدخل لي كومونتير وتكتب ولد بوروبا طا طا غير كلاشيك صافي هادشي اللي كان سينو فلان عشيري والراب الجيريان كامل يلا بديت كنتمسك لي سينو راه بيغ اب دراري بوبليك ديال الجي يشوف عليكم كاملين يشوف على فلان تاهو من كازا حتى الالجي ولكن الكلاسات والحرب وكاع هادشي اللي كان زعما من بعد هاد النزاع بواحد العام ولا عامين راه دويت عليه في هاد الفيديو هذا غيبان لكم هنا ديجا شرحت كلشي وناضت فيه الحرب تاع بصح ما بين المغرب والجزائر اللي ما تفرجش فيه راه غادي نخليه لكم في الاخر تاع هاد الفيديو بالنسبه لفلان يعني كجميع مغنيين روابا ولا شي بلان كيحلموا بالغربه كان مشى حتى هو لفرنسا باش يكمل المسيره الفنيه ديالو ودار شي كولابوراسيون ومن هانيت راه دار واحد الكولابوراسيون مع واحد رابر مغربي عندنا سميتو المونستر بحال الناس ديالنا هنا راه غيعرفهم اللي ما كيعرفش المونس غنخلي لكم بعد الفيت اللي دار هو وياه في راسي سوفينير تاع الصغار كي تلاقيت بالحومه وعطاتني يا مار جينا وجاز كلشي لاباس سكنا الحبس حومتي حسينا جي تروفي دو برانسيب خلوني غادي جاريني بلوغيني ونخليكم بعد مقاطع من المونس باش تنسكو التراكات ديالو اللي تا هو كتجبدتو في الفيديو اللي كانت كلاشا مع طوطو والبنج بيتلاتش عصيفة بالك ملك ويا لوسيفة عشرة القمرة وظلام الليل كيما نوريا واحد كلهم كيتناقلو ما كتبي فيش جاج لا غير كيتناقبو لاعبين جرا بحالا كيتناقزو ولا بغيتي تلحس المونس غيعطيك بالنسبة لواحد الكلمة يعني كإكزامبل نعطيكم كإكزامبل ديما طوطو فاش كيغني على شي حاجة كيقول لك دوبل تون نمبر وان شي لعيبة هكا كل واحد كل رابور عنده الكلمة المفتاحية ديالو اللي تتبقى عليه ديك النويطة ديالو فهمتي بحال اللمسة ديالو الفنية هذيك ساحة الراب هنا في مهدي فلان الكلمة ديالو اللي كيتميز بها على رابور الآخرين هي شيكور بعد مرة تيقول في المقاطع ديالو في التراكات شيكور اللي هو كتعني ملك الراب ملك الراب في هذا الجيل ديسك اللي كان تشهر به بزاف واللي جاب لي حاليا في هذه اللحظه هذه 111 مليون مشاهد راه واحد العدد خيالي اللي هو اليام كان غنى واحد الجينيريك تاع واحد المسلسل في الجزائر وصراحه يعني تعرف به بزاف انه عطى واحد كلمات زوينين ونخليكم مع التراك تمزكوا ليه قلبي كان مال لا ندير
كاني مالك انت هاليام 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 مهم اخوت كنتمنى ان الفيديو ما يكونش طويل بزاف. حاولت نلخص لكم قصة تاع واحد الانسان مختصرة امتى بدا فوقاش شنو وقع لي انا والكولابوراسيون مع من اللي كيشوفني اول مرة. تنساش واحد لايك سبسكرايب كومنت كتزيد تدعموني اكثر باش كنشوف التفاعل ديالكم كيتزاد وكنكبروا مع الوقت حنا كعائلة واحدة. دابا تهلاو فراسكم حتى الفيديو الجاي. بيس اوت.